الممثلة والموديل ايميل بحيري، اهلا وسهلا بيكي منورة. اهلا بيك، نورك، ميرسي. اكتر تشبيه بيشتبه بيه من الفنانات؟ انت شايف ايه؟ يا ست انت، لا 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 لا، في ناس كتير بتشبهني بهيفا وانا بحس ان انا مش شبهها بصراحة. يعني في لوكات معينة بعملها، ميك اب معين بيشبوني بيها، ولا بس هي طبعا هيفا دي ما تتكررش تاني في الحياة، هي هيفا واحدة بس. انتي فل قشطة. كم تاتو عاملاه ايمي؟ ما بعدش يا جيمي. خمسة يس. قولي لنا ايه اكتر تاتو بتعتزي بيه وتحبيه؟ هو ده، انا ملك الغابة. ده جاي لنا بقى. اشمعنى بقى؟ لان انا الملك نفسه طبعا. كم تاتو في ظهرك؟ لا هو كلام. ايه بقى؟ بحب البراندات جدا، اوكي، فكاتبه اسامي كل البراندات اللي انا بلبسها يعني. نعم يا اختي. اشمعنى؟ دي حاجه غريبه اول مره. ما اعرفش، بحب الشوبينج كتير و... بروح اسكندريه وليا ايام في دمنهور فظيعه، ولبس بقى يعني انا بيت عايشه فيه وبيت تاني لبس عايش فيه. في جوازات بتقف على بيكو، تبذير اوفر يعني بصراحه. كلمينا على الاوتفيت والاطلاله النهارده، ايه رايك؟ الريش باين اهم حاجه، باين انا كويس. بقول لك ايه، رايك في الريش؟ لا انا حسيت ان الاورنج ترندي قوي، وكمان الريش طالع موضه، فحبيت ان انا اعمل لوك جديد مبهج بقى، الوان السيف والحاجات دي. اخ منك انت اخ. ولا لوك مثير كده عشان يثير الجدل ويطلع ترند؟ لا مقفول اهو، مش العادي بتاعي يعني، حاولت ان انا اقفل الدنيا المره دي. هنعيط من الايمان والتقوى. مش عايزين نطلع ترند مش حلو، عايزين نطلع ترند حلو. قوي انت تؤمر يا جميل. هو انا المفروض ان انا قضيت الصيف في دبي، لكن حتتي بقى اللي بلبك فيها وبحبها دايما اسافر لها جمصة. يا لهوي على جمصة، بموت فيها. بس انا رايحة الساحل خلاص يعني، الويك اند الجاي ده ان شاء الله اكون في الساحل، يكون المدارس بدأت بقى ومفيش زحمة، فابدأ انا اروح في اجواء هادية كده ولذيذة. هتروح الساحل الطيب ولا الشرير؟ لا الشرير طبعا. مش باين ولا ايه؟ ايه ده المجتمع ده؟ عشان الجرأة اكتر والانفتاح، وانك انت تلبسي براحتك يعني، بتحب الساحل الشرير؟ طبعا عشان البس براحتي بكيني واخد راحتي. خدني معاك. اهدى انت دايما بتميل للراجل يكون امور ووسيم اكتر حاجه. او ان الله جميل يحب الجمال، ده طبيعي يعني، زي ما الراجل بيحب الست الحلوه اكيد الست بتحب الراجل الحلو. شو مش معقول، يخرب بيتك انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت معنا الست تعمل عمليات تجميل ولا لا؟ شكلك متوتره. لا ايوه انا عايزك. ايوه مفيش ما يدعو خالص. لو في حاجه قويه قوي وباينه انا من رايي تتعمل. انا عامله انفي. اس ايه ده، ايه الفخر ده؟ انفي فقط. لا بس يعني لو انا مش عامله حاجه ضخمه يعني، دلوقتي ناس كتير بتعمل ده وعمليات التجميل بقت اسهل ما يكون يعني، بقى تقريبا 90% من البنات بيعملوها دلوقتي. الله اكبر. حبيبي حبيبي حبيب مامي. لو ارتبطت بحد وخانك تردي له الخيانه بخيانه؟ لا الست غير طبعا، اكيد مش هردها بخيانه، بس عارف اخد حقي. انا خايف يا ابني قوي. عارف اخد حقي منه يعني. اول شيء التجاهل طبعا، ده اكتر حاجه بتجنن الراجل، ان الست تحس ان هي ولا اثر فيها اللي هو عمله فيها، وتعيش حياتها، تخرج تسافر تعمل شوبينج تلبس تتصور، كل ده ممكن يجنن الراجل، ان انت ولا حاجه بالنسبه لي، واخد حقي في ان انا مبسوطه وانت ما فرقتش معايا. ربنا يهد المفتري يا شيخ. ايه ما بتحب تتعاكس يعني شويه. ايوه. لا بس في حاجات كتير بتتقال لي، بطل جمل حاجات كده غريبه بتتقال. دي تمام التمام، ده جمل، اللهم صل على النبي. لو الشرع محلل للست تتجوز اربعه، تتجوزي كم مره؟ انا ممكن 44. حقيقه حقيقه احيه يا ابو سوسه احيه. انت هتبدلي على الرجاله عضلات. التغيير مطلوب برضه يعني. زهوقه بقى جدا، انا اكتر واحده ملوله جدا. ايه يا شيخ؟ لبست طاقية الإخفة، إيه أكتر حاجة مجنونة هتعمليها؟ هروح البنك المركزي، ما تقولش لحد.
قول لظابط المباحث انا جاي بدفي الاسم. ها عاوز اغير جو كده. سرقيك كل الذهب اللي هناك. انا مجنون الذهب يعني. الناس تعمل شوبينج لبس، انا بعمل شوبينج ذهب يعني. انا بعشق الذهب بطريقه فظيعه. ده انا بابني بيه.